المعاق معاق الأخلاق لا الجسد. لا تقل لي عني معاق، بل مد لي كفا عوني، فأنا ولدت ولم أختر إعاقتي بيدي، فلما تحاسبوني على ذنب لم أقترفه بنفسي؟ فأنا إنسان كسائر البشر، لي إحساس وكيان، فأنا لست نكرة، بل أنا من تخطى. من ينحال على اللجان راح يصدر قرار بأنه هو من ذوي الاحتياجات يحتاج صف خاص، فش راح نسوي نحن؟ أقرب مدرسة على بيته بيها صف خاص نوديه. فرجاء بالبداية لا أحد يرفض هذا التلميذ، يعني يتعذب ولي الأمر ما يقبل يسجله بالمدرسة وهو ضمن الرقعة الجغرافية. اثنين، عندنا كتاب وزاري يقول بالنسبة للمعاقين نصا عبارة السيد الوزير يؤمن قبول المعاقين في أقرب المدارس لسكنهم. مثلا أنا عندي طفل هو من ذوي الاحتياجات لكن يتمتع بقدرات عقلية، مجرد أنه يعاني من مثلا رجله أو فد شغلة معينة، هذا ليش يرفضه مدير المدرسة؟ هو المدرسة قريبة على بيته، يتمتع بقدرات عقلية، مجرد أنه إيده أو رجله ما عنده مشكلة عقلية هو. اثنين، اللي لابس قوقعة، أنا ليش أرفضه أبو القوقعة؟ أيضا ممكن أنه يسجل في المدارس الاعتيادية بالصف الاعتيادي، أنا ما أوديه في مدرسة بعيدة عن بيته والله تربية خاصة. أو مثلا عنده شلل بالأطراف العليا أو السفلى مع التمتع بقدرات عقلية، هذا أيضا ممكن قبوله في الصفوف الاعتيادية. كذلك قصار القامة، يعني نحن نقوله بين قوسين اللي عنده تقزم، هذا أيضا يقبل في الصف الاعتيادي إذا كان يتمتع بقدرات عقلية. لكن أحيانا ولي الأمر يقول أنا ما أريد يصير عليه تنمر، فخليه يروح للتربية الخاصة، هذا على اختياره، يعني اختيار ولي الأمر، ما عندنا أي مشكلة. بناء الإنسان طبعاً إخواني أهم من بناء الأوطان، إحنا ما يصير نهمل جزء من مجتمعنا اللي هم ذوي الاحتياجات الخاصة، التربية الخاصة اللي هم يحتاجون إلى يعني تركيز أكثر في التعليم وفق نظام التعليم الخاص. اليوم أنتوا حملت رسالة إنسانية اللي هي يعني تعرفونها ملقاة على عاتقكم، وإذا أنت مؤمن بهذا الموضوع اللي أنت جاي من أجله راح تشتغل صح، ما عندك إيمان راح ما تشتغل. فهذول أمانة بعناقنا جميعا أنه نوفر لهم وسائل الدمج مع أقرانهم. تم اليوم عقد اجتماع موسع لمعلمي التربية الخاصة، حيث حضر الاجتماع مجموعة من المشرفين ومسؤول شعبة التربية الخاصة في مديرية تربية نينوى. تناول الاجتماع هو اجتماع دوري في بداية كل سنة دراسية، واجتماع مجموعة من التوجيهات الخاصة بموضوع التربية الخاصة، وكذلك السجلات لدى مدير المدرسة والسجلات لدى معلم التربية الخاصة. فتحي محمود حسين، مدير تربية قضاء الموصل.